مش فاهم ليه صحابي بطلوا يحكوا لي مشاكلهم مع ان هو ده اسلوبي وانا بواسيهم. انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتني، مش عرفت بقى بتشتغل ومش عارف تحل مشاكلك. ايش طا بتوطي ليه؟ انت يا اختي جايه تنافس ابو الهول. قالت لك ذيس از ابو الهول، اوكي اي ام ذا هول. انا طول عمري كنت متلخبط، اول مرة اتأكد انها مش نازلة السمان، دي نازلة السمانة. ايه ده؟ اوه، اقدم لكم تيزر الحفلة، انه مشوق ولكن لا يدوق. والله يا ابلة انتي لو منقرع صحي وشافك بالمنظر ده مش هيبقى منقرع، هيبقى منرقع. لا انت بتلفي ليه؟ عشان تورينا يعني البنش؟ ما شاء الله عليكي، جوز بنش منفوخين اكتر من المنطاد البالونه بتاع الاقصر. انت يا حبيبتي جايه بقى ملطه من ورا ومن قدام، ايه حضره التابوت، اني اتي صلبوت سيدباي الملكه شل حطيطي. الفيديوهات دي من مصر، انا ليه حاسسها شبه الفيديوهات اللي بتظهر لي لما بفتح من في بي ان؟ احنا بنات عائلات محترمه. انت يا اختي اللي وراكي ده بيبوس ولا بيوشوش ولا ده بيغري؟ بيوشوشها بقى، بيقول لها ما تيجي نتسلق وارفعك زي المسله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي حاطه على صدره ده؟ اتمنى انه يبقى واقد ضد الرصاص مش واقد ضد الصواريخ البازوكيه. يعني دي ست الملك خفرع يشعر بالشخرع. ايه ده، عمرو دياب كمان كان هناك؟ يبقى اكيد بقى كانوا بيصوروا فيلم الحب فوق هضبة الهرم. موت انت يا عمرو في النسوان الصغيرة، بس دول بقى مش تلات بنات بس عشان تقول لهم يوم تلات، دول شلة هتغني لهم ايه؟ يوم شمال شليت بنات ندهوني، عالبلاط زنقتهم زنقوني. يا جماعة يا دي حفلة عمرو دياب ولا حفلة زنا وهركليز؟ الستات مرفوعة رفعة، والله فشل رفعة حجر الأهرامات، بس إيه مش عايز حد يتضايق لأن دي طقوس، أصل إحنا ما ننساش في الآخر إن الأهرامات ما هي إلا مقابر الناس بتدفن فيها، الرجالة جايين الحفلة دي يدفنوا راسهم واستفقاد البنات. اقفلي عليا الوراجدية ونعيش مع بعض الحياة الأبدية. نضرب ورق عرفي وننهار سوا. بس فعلا حفلة تليق بالأهرامات، فيها كمية جثث بس مش عايزة التحنيط، عايزة التنطيط. طبعا المزه دي ما خدشتش قيم الاسره الثامنه عشر، لكن البت المصريه اللي طلعت راسها على التيك توك هي دي اللي خدشت قيم الاسره. اجنبيه على ارض مصريه رفعت علمها، واو عشان دي اجنبيه، لكن بالك بقى لو كان حد سوداني ولا يمني ولا ليبي زي العيد اللي فات كده في الحفله رفع العلم بتاعه، يا ازاي يعمل كده؟ دي الهويه بتضيع. يا معا دي احلى فلوس تدخل، احلى فلوس تتعمل، انك تجيب شويه رجاله ونسوان يتملطوا ويقلعوا مع بعض، وديتها ايه؟ وقت الجد لو اتقفشت هتطلع منها وتقول لهم كده في ايه ده انا نايمه لوحدي. طالما معاك الدولار الاخضر طريقك اخضر، اشلحي براحتك، لكن معاكي بقى العمله المعدومه امسكوها يا حكومه، خدش حياه اسره. فيها بعد مادي، فيها بعد ثقافي، وفيها بعد عن الدين. في حفلة حصلت في الهرم، بس مش عارفين بقى الحفلة اتعملت على مين تحديدا، لان احنا كنا سامعين من فوق كل البنات عمالة تصور، فغالبا ده ما كانش 1 تو 1 جماعة يعني. الاعداد اللي موجودة كبيرة جدا، ما هو لازم بقى تبقى في اعداد كبيرة جدا، هي دي قواعد الاورجي 69. ايه العظمة دي؟ ايه الروعة دي؟ ايه الفخدة دي؟ ايه الوركة دي؟ ايه الامبولة دي؟ ايه الرفعة دي؟ ايه الخمرة دي؟ برضه حاجات المفروض حضرتك تبقى شفتها وتسأل عنها، مش تقول ايه العظمة دي؟ ولا انت شايف ان الحاجات دي عظمة وعادي؟ ما هي لو دي عظمة وعادي تتعمل على العلن وعلى الملأ، يبقى برضو اللي بيطلعوا يرقصوا ويليطوا على التيك توك برضو على العلن وعلى الملأ ما نمسكهمش. جابت فلوس للبلد كتير. والله انا خايف في الاخر الفلوس دي تطير ونكتشف انها كانت حرام وربنا مش مبارك فيها. بقد حمله عالميه تدفع لك فيها 100 مليون دولار. هو بيقول يعني احنا عملنا دعايه ببلاش، صح؟ طيب احنا على فكره كنا ممكن نعمل نفس الدعايه دي بالحفله دي من غير المليط، يعني ممكن كمان نعملها بصياعه، نعمل لهم مثلا لبس معين هيلبسوه تماشيا مع جو الاهرامات زي اللبس اللي اتلبس في حفله نقل المومياوات اللي اتعملت من فترة، شيك ومحترم وترند، وخدنا برضو اللقطة وخدنا الدعاية وما شلحناش. الحفلات اللي من النوع ده في الأماكن دي هي دي حفلات الخبط. اخبط دي!
بالتأكيد على البلد دي بقى امنة. ما هو حضرتك دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ان مصر دولة امنة. انا خايف لما نقعد ننجس في الارض ربنا سبحانه وتعالى يغضب علينا بعت لنا بقى اعصار ولا سيول ولا ليلة. وانت شايف المنطقة فيها لبش اليومين دول. طب استاذ عمرو في تاني او النبي في تاني؟ عشان بس المرة دي ما لحقتش ابوس يا فندم، كانوا كلهم رشين البتاع بتاع الناموس ده. طب والساحل الشمالي بقى احنا؟ لا الساحل الشمالي احنا السنة دي بص بقى مليطة داخلين عليها، احنا نرفع شعار جهز شنطتك وامسك ركبتك دكر ابن دكر تخش الملبن اللي هناك وتطلع على رجلك هتطلع ساحل. دي هتبقى مذبحه يا شيخ مذبحه. التذكره لو ب 100 دولار بيدخل للخزانه الدوله حوالي حاجه 30. طب حلو، يعني الحاجات دي بتدخل فلوس. المهم بقى الكهرباء هتبطل تقطع امتى؟ لان ده اللي يهم الشعب. الناس العميقه الاريا عارفين ان القوانين على كله ساريه. في كده فئه من ايجيبت بتطلع لنا تقول لي انتوا جهله انتوا مش فاهمين اصل دي ثقافه وده تنشيط السياحه احنا بنعمل سوق الماس. طيب مش انت عامل انك واعي ومفيش من ديك امك اتنين في المجره ولفيت الكوكب كله؟ في دوله في الكوكب القانون لو حد اجنبي ما يمشيش عليه، لكن لو حد من اهلي لا اقبض عليه. مفيش حاجه اسمها كده. مثلا في اوروبا اي حد عايز تروح تقلعي قلعي، انت بقى من اهل البلد، انت جايه من امريكا جايه من اسيا ياكش تبقي جايه من كفر ابو طرطوس عايزه تقلعي حاجه لا. يبقى اذا كلنا متساويين، مفيش تفضيل للاجنبي، ان عادي انت اجنبي تعمل اللي انت عايزه، لكن انت بنت البلد يتقبض عليك. ولا علشان اللي جايه من بره دي معاها فلوس فبنعدلها؟ ما هو مش كل حاجه نشتريها بالفلوس، ومش عشانها على مبادئنا ندوس، عشان برضو نفس الطبقه الرمه اللي طالعه لنا من ايجيبت تقول لك اصل ده بيجيب فلوس للبلد، اصل مصر محتاجه فلوس. انت ممكن تجيب فلوس بطرق كتيره جدا، خصوصا ان انت بتتكلم في مصر، يعني اساسا وجود حاجه عند الاهرامات دي في حد ذاتها بتدخل لك فلوس، حتى ان شاء الله قاعدين عادي وبننزل لهم حلبة حصى هيتبسطوا وهيدفعوا فلوس. انت مصر فيها سينا وفي عندك جو وفي عندك حضاره واثار واسوان والاقصر، مش مستنيين يجوا يقلعوا عندك ولا يرتكبوا الكبائر عندك، يعني ممكن يعملوها في اي حته في العالم. فممكن ندخل فلوس من غير ما ندوس على مبادئنا ونفضل محتفظين بشكلنا اننا دوله محترمه. على فكره ده مش كلامي، هي الدوله هي اللي حاطه خدش حياه اسره، يعني بما ان في خدش حياه اسره على المصريات يتعمل برضه على الاجانب. ونوصل بقى لاهم نقطه، خد هنا ياض، هو ده يفرق ايه عن موسم الرياض؟ موسم الرياض اتعمل في الاحداث، ده برضه عمل في الاحداث. ما تقوليش اصل ده بعد 7 ولا 8 شهور، لا ما هو لسه في دبس ومليطه ومدعكه وعلى بعد كام كيلو متر في ناس بتدبس. ده نفس اللي حصل في موسم الرياض. هتقولي طب ما احنا بنعمل كده عشان ننشط السياحه، طب ما هو في موسم الرياض برضو كانوا بينشطوا السياحه. فيعني احقاقا للحق زي ما هاجمنا ده وقلنا ان دي قله ادب انك تحتفل وفي ناس بتدبس، انا برضو اسمها قله ادب ان انا بحتفل بالشكل الصارخ ده وفي ناس بتدبس. لا وكلكم بقى اللي متقبلين بقى للاجانب بيعملوا عشان دول اجانب، ويرفعوا اعلامهم ويرقصوا ويمليطوا ويحطوا ثقافتهم، احنا نتخلى عن ثقافتنا عشان هم يجوا يتبسطوا على ارضنا عادي جدا. لكن بالك بقى لو كان شويه سودانيين ولا شويه ليبيين ولا يمنيين طلعوا رقصوا ولا طلعوا عملوا حفله يقول لك يا نهار ابيض ده انتوا بتغيروا الهويه، مع ان ده اجنبي وده اجنبي، ده جاي يفرض ثقافته وده جاي يفرض ثقافته، ده ما تطبقش عليه قوانين البلد وده ما تطبقش عليه قوانين البلد، بس ده اجنبي صح لكن ده عربي زينا. يا ايه الوساخه دي؟ خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده بصراحه ما عنديش حاجه اقولها. الجو حر لسه بقى هنتخزوق النهارده في التوقيت الصيفي، فيعني خلونا ننجز بقى. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم دربك، ما عجبكش قول لي ايه اللي مش عجبك، عندك اقتراح ابعته، كل الهلك ده نعملها كده المره دي غوره.